عبد الله الداود ضيف برنامج في الصميم مع عبد الله المديفع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حوار حميم وأسئلة في الصميم. باسمكم أرحب بضيفي الأستاذ عبد الله الداود. حياك الله محمد. الله يحييك بيك وأحيي أيضا للسادة المشاهدين. الله يخليك، سعيدني تواجدك. خليني أريد أن أخصص هذا الحوار وهذه الحلقة إن أذنت لي عن موضوع المرأة، وخاصة المرأة في السعودية. يعني أنت مهتم كثير وكثير من طرحك يدور حول قضية المرأة، فأستأذنك أنه يكون يعني جملة حديثنا عن المرأة، مش أي مرأة. أنا أريد أن أسألك عن واقع المرأة في السعودية، أنت كيف شايفه؟ في البداية أقول بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أزكى الصلاة وأتم التسليم. الحقيقة أن الحديث عن المرأة السعودية لا يمكن أن يؤخذ بمعزل عن الحديث عن المرأة في العالم الإسلامي، لما يطرأ عليها من المشروع التغريبي، النقلة من الستر التام إلى ما نراه اليوم، الجديد عندها في التعليم، الجديد عندها في الوظائف، الجديد في كل حياتها، هي نسخة مكررة مما جرى في العالم الإسلامي. وأنا لي كتابها ليكتب التاريخ، كنت يعني أسير مسيرة تاريخية في حياة المرأة والحراك الذي جرى لها في العالم الإسلامي، وأنا عين أرقب بها التاريخ في 100 سنة الماضية، والعين الأخرى على المرأة السعودية. يعني ما كان يغيب عن عيني المرأة السعودية، لكن أردت أن أبين للقارئ وللجيل الذي يعيش الآن وللتاريخ أيضا في القادم، أردت أن أبين أن ما يجري في بلادي هو نسخة مكررة لما يجري هناك، غير أننا المفترض أن نقف أمام التاريخ لكي نستفيد، فإذا بنا نكرر الخطأ مرة أخرى. ومشروع التغريب مشروع تقليدي يكرر نفسه. يعني لو قرأت قبل 50 سنة ستجد أن ما جرى قبل 50 سنة هو الموجود لدينا. هذا موجود عندي، الكتاب اللي هو هذا هو الكتاب، ها؟ إيه. هل يكتب التاريخ؟ يعني هذا الكتاب اللي أنت تتحدث فيه، يعني هو يعني يدور حول، يعني يمكن تصحح لي، حول فكرة واحدة، قضية أنه المسؤول عن، يعني أنت تتحدث عن قضية العلمانية، أنه العلمانية هي من تسببت بكشف وجه المرأة. وحطيت يعني اللي يقرأ الكتاب يحس أنه ما في مذاهب تقول بكشف وجه المرأة، يعني تحس انه ما في شافعيه، ما في حنفيه، ما في مالكيه يتحدثون عن وجه كشف، ما كانه هو الاصل في الاسلام، يعني انه ما في خلاف في هالموضوع. وفي يعني ما ودي اقول تسفيه، لكن فيه تجاهل لهذه الاقوال المهمه اللي تتحدث كلها عن كشف وجه المراه. ومن انا ما ايدك على كلمه تجاهل، لكني في الكتاب لم اتحدث انا عن تاصيل فقهي، لانني لست بفقيه. انا قارئ وباحث تاريخي. نعم. وجدت في الوثائق التاريخية أن البلاد التي يهيمن فيها الفقه المالكي المرأة فيها تغطي وجهها بستر عجيب وتغطية كاملة، لا أبالغ إذا قلت أن المرأة في تلك المناطق أفضل سترا من المرأة السعودية. وفي المناطق اللي فيها الفقه الشافعي وفي المناطق اللي فيها الفقه المالكي الجميع يغطي، وأولئك القوم يأخذون فتاواهم من علمائهم. يعني المرأة في ذلك البلد تأخذ فتواها من العالم، والعالم يرى في مذهبه كما ذكرت أنت على الخلاف. طبعا هل الذي قال هو الشافعي أو أتباع الشافعي، هذا يعني باب لا نريد أن نلجه، لكن الـ يعني الإجماع الفعلي في الشارع العام هو التغطية الكاملة. هذه الوثائق التي تنطق، والوثائق التي أخذتها إما مجلة إما كتاب، بل والعجيب يعني ما كان في اجتزاء أو يعني انتقائية، خليني أسميها، لا لا لا، انتقائية في أنه تأخذ ما تريد وإثبات أبدا. يعني ممكن يكون موجود فعلا أنه ناس تغطي ناس ما تغطي، لكنه القول الفقهي عبر التاريخ يثبت أنه ما معقول الفقهاء يقولون شيء ويحللونه ونجد أنه الشارع ما هو انعكاس لكلام الفقهاء أو متقاطع معه على الأقل. أنا منسجم مع نفسي انسجام وأصدق فيه القارئ، بأن المجلات التي عرضت الحجاب عرضته سبا وتقضيعا فيه، لأن في جزء كبير منها الكتاب والملاك هم من أصحاب مشروع التغريب في تلك البلاد، فهم يحضرون الحجاب ويبدأون يضربون عليه بالقصف.
اما تشويهها، اما ارجاعها الى التخلف والرجعيه، اما يعني الحجج المعروفه المكروره، لكني لم اجد امراه تكشف وجهها، بل انني بحثت بالمصادفه في كتب للازياء، يعني كتاب للازياء. نعم. هو لا يتحدث عن حجاب، هو يريد أن يكلمك على الأزياء التركية على سبيل المثال. فلما بدأت أقلبه وجدت أنه يقول والله في عام 1924 تغير الزي التركي. 1924 سقوط الخلافة ولا؟ سقوط الخلافة وتولي مصطفى كمال أتاتورك الذي فرض العلمانية على تركيا، وابتدأ بزوجته فخلع حجابها في الميادين في الشارع. طيب انا ما اريد ان استغرق في التاريخ، انا ودي ندخل في المجتمعنا. لا لا أنا هو ما نقوله هو ما يجري عندنا اليوم في بلادنا. قد يكون هنالك احتلال مسلح يفرض بالقوه وبالدبابه وبالمدفع. ما يجري عندنا هو احتلال اعلامي. احتلال اعلامي؟ اي يعني الاعلام يمارس ما يمارسه الاحتلال. كيف؟ يعني هناك كان يفرض على الناس ان المراه تخلع حجابها، فاذا لم تخلع تعاقب. والآن؟ الآن الإعلام يهمش الحجاب ويهاجمه ويسفه صاحبة الحجاب، ومجال التندر والفكاهة والضحك، ويبدأ عبر مدد زمنية طويلة ينتهك هذه الخصوصية. يعني الإعلام تحاول أنه يقوم بما يقوم بالمحتل من قضية الحجاب تحديدا؟ لا، في أمور كثير. يعني في تزيير الاختلاط، في التبرج، في السفور. يعني الشيخ علي الطنطاوي يتكلم عن بلاد الشام ويقول كانت المرأة مغطاة. يوم من الأيام واحدة من بنات المسؤولين هناك في الشام كشفت عن وجهها، فضج الحي وصار هنالك مظاهرات في الشوارع، في الحكومة ألزمتها بالحجاب وعاقبتها. هذا كلام الشيخ علي الطنطاوي في الشام، والآن الكلام في تركيا. وبرقيبة في لما موجود مقطع الفيديو لما أزال القذافي، لما أزال الحجام سعد زغلول عام 19 في ميدان التحرير أزال. يعني تكررت كثيرا. طيب وعندنا هنا؟ عندنا الآن الإعلام لدينا يمارس ما يمارسه المحتل في المسلسلات، الأطروحات، يأتون لك أحيانا بمشايخ سوء يتحدثون في هذا الأمر. وأنا لا أقول أن من يقول بالكشف هم مشايخ سوء حتى يعني استدراكا، لكنني أقول أن هنالك أناس ما عنده هدف إلا الضرب على قضية الحجاب. وأنكم ما في إلا أنتم يا أهل نجد، حتى صغر الدائرة، ما هي يعني المملكة، لا أنتم يا أهل نجد أنتم المتمسكين بهالأمر، وكل العالم يكشف ما في إلا أنتم. وما راجع نفسه في 30 سنة وراه حتى يرى أن الحجاب كان موجود في العالم. طيب يعني خليني أوسع الموضوع عشان ما يصير موضوع على موضوع الحجاب فقط، وبرجع لك على موضوع الحجاب. طبعا موضوع الحجاب هو ليس لا يتفه، لكن هو الخطوة الأولى. لا بس أنا أقصد في التعاطي بشكل عام، يعني هذا الخطاب الذي تتبناه حضرتك ومن يوافقك يتعامل مع المرأة على أنها تابع وليست على أنها شريك. شو معنى تابع وشو معنى شريك؟ أنه يعني قضية الوصاية وأنه يعني فرض الأجندة عليها وقضية مدافع عنها وكل ما يعني تتعامل فيه مع هذه المرأة ما تتعامل بأنها شراكة، أن هي قضيتها وأنه المفروض هي تحافظ على نفسها مثل ما تحافظ. لا، أنت مسلوب الوصاية وقضية أنه المرأة يجب أن تتبع آراء الآراء. يعني هل أنت ما ترى أن الإسلام يجعل وصاية الرجل؟ أنا أسأل المرأة. أنا ما أجاوب هنا، أنت قول اللي تبي. لا أنت لما تكلم بأسلوب التهام، أنا أقول هذا شرعنا هو الذي جعل القوامة، هو اللي جعل الوصاية. وصاية دين ندين الله به، أن الرجال قوامون على النساء. النبي صلى الله عليه وسلم المرأة لها ولي أمر، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته. حديث النبي لما يقول النساء شقائق الرجال، يعني هذا يدل على قضية الشراكة. يعني في نقاط قد يكون فيها يعني في مجال العبادة، في مجال القرب من الله عز وجل، في مجال التجارة، هذه ما فيها. لكن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، المرأة لا تزوج نفسها، فانكحوهن بإذن أهلهن. يعني في قضايا المرأة لابد تكون تحت سلطة رجل. هذا هو الشرع، ديننا هو الذي علمنا هذا الامر. لا بس يا استاذ عبد الله، يعني قبل يعني لما يعني قبل 30 او 40 سنه او اكثر كانت الامور سمحه شوي، يعني كان فيه معنى سمحه بسطات مثلا، والحريم يبيعون في السوق، وفيه يعني قضيه مثلا. هذا وش الاشكال فيه؟ لا يعني انا اقصد انه الخطاب الصحوي لما اتى في نهايه الثمانينات في بدايه التسعينات اتى بخطاب متشدد تجاه المراه وتجاه. أنا عموما ترى ما أعرف الخطاب الصحيح الذي تتحدث عنه، لكن المرأة أنها تبيع أو تشتري هذا ما في إشكال شرعا،
أنا لا أعرف الخطاب الصحوي الذي تتحدث عنه. يعني أنت لا لما تيجي مثلا قضية تأنيث المحلات ولما تأنيث المحلات تشوف لا تأنيث لا لا, لا تأنيث لكن لما نشوف أنه نفس وش يعني كانت تبيع في بسطة في الشارع وكانت تدخل وتطلع وكانت تكلم الرجال وأحيانا يكون هناك يعني أشياء شبه باختلاط ما يقول الآن لما نشوف قضية الحديث عن الاختلاط والحديث عن مثلا تأنيث المحلات أو نحس فيه لغة متصلبة ما هو زي اللغة المتسامحة اللي كانت قبل خطاب الصحوة. النتاج اللي حصل بعد تأنيث المحلات يدلك على اللغة المتصلبة المتشددة كانت في محلها، لأن حصل فيها تجاوزات خطيرة، حصل فيها انتهاك للأعراض، حصل فيها اعتداء وتحرش. المخرجات لمثل هذا القرار يرفضها القضاء الشرعي النظامي. يعني في المحاكم لما رفعت القضية لها في موضوع الاختلاط وتأنيث المحلات رفضت هذا القرار، وجرى بعدها إيقافة في 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 الاستئناف، وإلى الآن واقف. وهذا بس بشكل عام أنتم تريدون أن تحرموا المرأة من الحلال حتى لا يقع الرجل في الحرام. هذا كلام غير صحيح. نحن لم نمنعها من الحلال، نحن نمنعها من الحرام. يعني لو الود يعني بأيدينا وضعنا، لو كان الأمر القرار بيدنا يكون أسواق للمرأة ويفتح لها الحرية. نحن نادي بحريتها، لكن حرية أنها تضع عباءتها عند أول السوق بحيث أنه يكون خاص بها رحمة بها. يعني ليش تلزم المرأة بعباءة 3 ساعات داخل السوق أو 4 ساعات؟ هذا ظلم لها وإتعاب وإجهاد لها. فليش ما يكون السوق كامل نسائي؟ نحن نريد حريتها من المسؤول عنها الذي يستعبدها أو يبتزها، من المسؤول عنها الذي تضطر أن تقابله في آخر الليل حتى تسلم لها المال والبيع والشراء. إيه هذا الخطاب اللي أتكلم عنه، خطاب يعني شو أقول لك، يضطهد المرأة بحجة الحفاظ عليها. وين الاضطهاد إذا نعطيها خصوصيتها؟ لا أنت تريد، الخطاب دائما يدور حول المرأة، حول المنع، التهميش، الإلغاء، العزل، كلها بهذا الشكل. طبعا انا كل هذا الكلام ارفضه. انا اقول المنع مما يضر ومما حرمه الله عز وجل، والرفض لما خالف الشرع مما يترتب عليه اساءه للمراه. اما اذا كان يعني خروج المراه لما ينفعها هي وفي ضوابط معينه تحميها، ضوابط تحمي اخرتها ودنياها، فنحن معها قلبا وقالبا، وهو ما ننادي به. بعكس ما هو مطروح اليوم، يعني إن جئت في مجال الطب وجدت الابتزاز وجدت التحرش حتى وصل إلى مراحل، يعني في يعني بعض المواقع تذكر أن 100% نسبة التحرش في مجال الطب، وإن كنا يعني نرى أن فيها مبالغة، لكن هذا إحصائية ودراسة أجريت. يعني هل هذا لما أننا نقول والله نطالب بمستشفيات معزولة للنساء، هل هذا في حجر وفي تشديد؟ لا، هذا مصلحة المرأة ومصلحة المجتمع. يعني لما نجي نتكلم في مجال التعليم مثلا، وش الإحصائية دي من وين 100%؟ والله إذا أنا ما خانتني الذاكرة، فذكرها الدكتور ناصر الحنيني عن موقع العربية، وقال بإمكانك تبحثها في جوجل. لأنه هذا الخطاب اللي تتفضل فيه ومن يشاركك، يعني مركزية المرأة فيه ويدور حوله، يعني خليني أقولها لك بشكل آخر، هناك فوبيا المرأة، يعني رعب، هناك لما خوف على المرأة تحس أنها مرض، يعني رعب مرضي إن صح التعبير نحو كل ما يدور حول المرأة. أعيد الكلام، أنت تعيد لي سؤال بأكثر من صيغة، أنا أعيد لك الجواب بأكثر من صيغة. نحن نريد حماية المرأة من المشروع التغريبي الذي أفسد وتكررت حوادثه وتكررت منهجيته وتكررت سياسته في كل أنحاء العالم. جاءنا آخر شيء بالنسخة الغبية الساذجة اللي جاية بعد ما لفت وأثبتت فشلها في كل العالم، جتنا عندنا بشيء لا يناسب بلاد التوحيد وقبلة المسلمين. صار عندنا هذا الشكل الذي أخذنا الآن، بدأنا نذوق ويلاته يراها العاقل والكبير والصغير. بس يعني هو بعض يقول أنه أنتم قاعدين تدفنون إنسانيتها بصبغة دينية. يعني الشيخ مثلا عادل الكلباني كتب في مقال له عن، يعني قال في جريدة الرياض: كثيرين منا يعانون عقدا تبرز باسم الدين على الآخرين، ليصدروا منها أحكاما تغلق عليهم منافذ الحياة الواسعة التي شرعها الإسلام. يعني أنتوا في أشياء طبيعية أنتوا قاعدين تحاولون تغلفونها بلبس ديني وكذا. وهي إيش؟ يعني الآن مثل قضية الحساسية المفرطة من قضية مثلا الاختلاط، يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانت الحريم يصلوا خلف الرجال بدون ما في سواتر وبدون ما في شيء، فكان في أعظم مكان اللي هو المسجد
كانت الأمور تجي بشكل طبيعي. هو أنا الكلام في المسجد طبعا أنا لما تجيب لي الشيخ عادل الكلماني أنا غير ملزم بكلامه طبعا، لا أنا أتكلم لكن على وجهة نظر أخرى. هذا الطرح اللي طرحه بإمكاننا نسأل حتى أصحاب هذا القول، وينكم عن المتفق عليه من الظلم البين في الوظائف اللي صارت؟ وينكم عن هالكلام؟ يعني أنت جالس تنتقد فقط الناس اللي تنصح أو الناس اللي حاطة يده على قلبها خوفا على المرأة أو تطالب بخصوصية المرأة؟ هو نفس العمل اللي أنت الآن تطرحه في المجتمع اللي توفره وزارة العمل أو توفره أي وزارة ثانية، ما تضعه نريد خصوصيتها، شو المشكلة؟ يعني لماذا نبغى الخلط هذا بين لا هو حتى لما تتحدث عن قضايا المرأة يعني هو المدافعة تأتي من منظور يعني جنسي وليس من منظور حقوقي بصراحة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. هذا هو هذه النظرة اللي أنا قاعد أكلم هذه النظرة أنا مستمدها من قضية الشارع. التفكير اللاواعي في الخطاب اللي تتحدثه هو تفكير مبني على الجنس. هل اللاواعي يؤيده الجرائم التي ترفع للهيئات وترفع للجهات الرسمية اللي تباشر قضية الجريمة؟ يعني هل هذه الجهات محكمة في الموضوع؟ لا، بس هذا الخطاب يجعلنا أنه لا ننظر المرأة، عندما ننظر المرأة في الشارع ولا في أي مكان يعني نعتبرها كائن جنسي متحرك، هذا اللي نشوفها. لا لا لا، لا ما نعتبرها كائن جنسي متحرك، نعتبر أن وسائل الإعلام قاعدة يعني تسرق عقول النساء وتجبرهن على خلع الحجاب، على الزينة، على التكشف. الآن في غسيل للأدمغة تمارس وسائل الإعلام، فطلع عندنا التبرج الموجود، زادت العلاقات بين الرجال وبين النساء، الجهات الرسمية بدأت تشتكي من ارتفاع معدل الجريمة. يعني قد يكون هذا نتيجة للخطاب اللي أنتوا زرعتوه، قضية أنه لا ننظر للمرأة إلا ككائن جنسي، يعني فلا ننظر من المرأة إلا الأشياء الجنسية والجسدية، لا ننظر في المرأة قيمتها ولا عقلها ولا إنتاجها ولا كرامتها. يعني فكرة تخوين المرأة، فقد الثقة في المرأة، نتعامل مع المرأة ككائن لا يمكن الوثوق به، هذا كلام فارغ من معناه. يعني كلينتون عاش في جو ما له دخل في هالأمر كله، ومع ذلك مارس 35 مرة الجنس مع مونيكا في البيت الأبيض، وش دراه عن الخطاب اللي تتكلم عنه؟ ورجل تجاوز 60 ورجل في مقر عمل، ولا كانت أجمل امرأة قابلها، المجتمع كان مليان نساء، وش معنى هذه اللي بالذات مارس معها 35 مرة؟ يعني هذا الكلام كلام فارغ. يعني لما تقولي والله أنتوا السبب وأنتوا السبب، طيب الآن في بلاد ما عندها الخطاب ومرتفع عندها معدل الجريمة والزنا عندها والفاحشة بكثرة، يعني ليش إلا تعلق هذا الأمر بما هو له مستند شرعي في الحفاظ على المرأة وإبعادها، صيانتها، عدم اختلاطها بالرجال؟ يعني فاطمة رضي الله عنها، مو عبد الله الداود اللي يتكلم، كاملة بالوحي يشهد لنا النبي صلى الله عليه وسلم بالكمال، أبوها محمد عليه الصلاة والسلام، أمها خديجة الكاملة، سئلت ما الخير للمرأة؟ قالت الخير للمرأة ألا ترى الرجال وألا يراها الرجال. مو بقى الشيخ فلان ولا الشيخ فلان، لكن الآن المعطيات على مستوى العالم كله، اللي عنده اللغة اللي تتكلم عنها وإن كان في إطار ضيق في 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 جزيرة العرب أو على مستوى العالم، هو قاعد معدل فاحشة ينتشر، والاتفاقيات الدولية الآن تفرض، والاغتصاب والحمل. يعني ما وقفت على هالخطاب اللي يتكلم فيه شخص ناصح ويقول إني لكم ناصح أمين؟ لا بس يعني حتى يعني قبل شوي أنت يعني استرقت النظر للصورة اللي موجودة على عبد اللطيف الملحم وقلت لي هذا هو مقال دعك من أعراض الناس، أقول لك هو نفس المقال اللي أنت سألتني عنه، لكنه هو يتساءل لماذا الحديث عن المرأة السعودية وكأنها السبب في كل أزمة ومشكلة اجتماعية؟ بأي صفة يقوم من لا شغل له بإثارة البلبلة والشكوك في نفس كل إنسان؟ يعني هذه لماذا دائما نضع الشكوك؟ هذه اللغة المتشككة تجاه المرأة، لماذا لا نثق في المرأة؟ يعني أنت ضع قوانين للتحرش، قوانين يعني تضبط السلوك العام. هل جرب هذا الكلام؟ هل جرب هذا الكلام؟ وحيكون في اختراقات. في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان في زنا، يعني ما هو الزنا كم كان نسبته؟ إيه يعني كم كان نسبته؟ وكم نسبته اليوم؟ وكم يعني هذا الاطروحات اللي تتكلم عنها مورست وطبقت، موجودة في دول سواء مشابهة لنا في التركيبة الاجتماعية مثل دول الخليج أو نشترك نحن وياهم في الدين ومسلمين مثلنا، خطة واضحة مكررة في العالم الإسلامي، الفجور في أمة محمد عن طريق المرأة. طيب أنت بصراحة يعني هذه المرأة ليست صارت ساحة معركة بين تيارين وفي الأخير المرأة هي من تدفع فاتورة هذا الصراع؟ لا، أرفع السقف شوي. كيف؟ يعني
لما تجي أنت على مستوى حتى على مستوى الدول الأوروبية تجد أن المرأة السعودية بالذات هي شغلهم الشاغل والمجتمعات الأوروبية؟ أي نعم شغلهم المرأة إن كلينتون السعودية؟ بل أن كلينتون تجينا هنا هيلاري كلينتون تجي هنا وتتكلم في قضايا المرأة السعودية تقول لازم تسوق المرأة السعودية والرئيس الأمريكي يجي هنا ويقول لو كان محمد عليه الصلاة والسلام موجود لسمح للمرأة بالقيادة. الحين ما عاد في العالم يعني امرأة تعاني من مشاكل يعني يعني اطلع على مستوى قارات. المرأة الهندية تجينا عاملة خادمة اضطهاد ما وراء اضطهاد جاية هنا تشتغل وهي اللي توفر المهر لزوجها تنتقل من قارة لقارة ما هذه ما عندها مشكلة. المرأة الصينية تبغى انجاب وفي حجر على 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 انت لما تشوف الكلام امهلني لا انا 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 لما اقول لك الكلام هذا ما يعني ابحث في جوجل ابحث في اليوتيوب حط المرأة السعودية شوف كم عدد المقاطع اللي تخرج لك يتكلمون إيه يتكلمون عن عن الاحكام الاعدام يتكلمون عن أبداً قضايا الحقوق ابدا لا يمكن ان يقارن في اشياء كثيرة يعني انت لو دخلت على مثلا في مرات سوش ولا مثلا منظمة العفو الدولية ولا اي المنظمات الحقوقية اللي يتكلم بيتكلمون عن اشياء كثيرة يعني عن حقوق في انتهاكات حقوق سياسية لا يتساوى الكلام عن امرأة أخرى بالمرأة السعودية. فيه كثافة في الحديث عن المرأة السعودية. المرأة السعودية أشغلت العالم وكأنها هي قضية القضايا. هذا ليس على الصعيد المحلي. هذول أذناب إما جاهل ويردد ما يدري أو رجل يحقق أجندة غربية يكتب هو ما يعني إما مكتوب له الكلام أو يعيد ويردد كلام هو ما يفهمه وربما أنه يستدلك بأدلة أحيانا شرعية فإذا ما رجعت 100 سنة وراء لقيتها موجودة في الكتب اللي قبل 100 سنة يعني هو قاعد يردد. هؤلاء القوم يحققون أو ترجمة للأطروحات الغربية. طيب المرأة يعني المرأة في العالم الإسلامي بشكل عام أنت تشوف أنه خلاص يعني ما في مرأة محافظة ولا مرأة يعني صالحة إلا في مجتمعنا وهذوليك خلاص ما فيهم فائدة. هذا المرأة هذا الكلام أنا ما نطقته. أنا أسألك لا أنا أقول المرأة اللي في إندونيسيا والمرأة اللي في كثيراً باكستان هناك والمرأة في المغرب كثيرا هناك وبدأت ترجع. المرأة عندنا بدأت تتفلت يعني واقعنا في ال4 سنوات الأخيرة بعد المشروع الواضح التغريبي في بلاد الحرمين المرأة تنازلت عن شيء كبير. بعد الستر التام وجدناها عاملة نظافة في فندق. بعد الستر التام والحفاظ عليها أصبحت كاشيرة قدام الناس. بعد الستر التام أصبحت كلاء مباح في المحلات يعني مفتوح المجال الناس تدخل عليها يعني في لكن هذه القضية قضية أنه بس جسد المرأة يعني لماذا الحديث دائما عن جسد قضية أنه كيف تتعلم المرأة كيف تكون مرأة منتجة كيف تكون مربية صالحة كيف تكون اللي هي القضايا المهمة في قضايا التي تعطي بعدا حقيقيا للمرأة ما هي بحجم الخطاب عن ستر وجسد المرأة الموجود. ليش ما يكون كل الاثنين؟ أنا أسأل عن الخطاب اللي تتفضل. لا اللي بالنسبة لي أنا هذا كلامك منقوض كاملا يعني بالعكس أنا ما أشوف أحد يتكلم. أنا بالنسبة لي أنا أتكلم في الموضوع يعني تحرج لأني ما أشوف أحد يسولف في القضية يعني آسف يعني حسب علمي أرى أن الساحة فاضية يعني سامحني يعني النخب تتكلم في قضايا يعني كل منبري لقضية معينة أحيانا قضية يتحدث فيها عشرات قضية يتحدث فيها أحد. قضية حشمة المرأة وسترها وحجابها أرى أنه قليل جدا نادر اللي يتكلم في الموضوع هذا. نادر حسب بحثي أنا يعني الخطاب أنت تختلف مع من يقول أنه المرأة هي المحور الرئيس ترى بالمقابل خليني بس أكمل أنه المحور الرئيس في خطاب التيار الصحوي أو التيار السروري تحديدا. مش دخل السروري والصحوي أنا أقول لك أنه هذا التيار هو القضية المرأة هي القضية الرئيسية في موضوع مثل في خطاب كامل أنا أتكلم مثل من أنت لما تقول لي الكلام هذا أنا أقول مو بصحيح يعني. أنا الوحيد أنا قلت الآن أنا الوحيد أنا لا أنا أتكلم كثير أنا أجد نفسي أنا يعني عينة ودي أنا أني أجد عشرات ومئات الناس تتكلم بس ما في يعني أنت الشيخ الشنار في مجموعة يعني هم أخذين الموضوع هذا بشكل ما أجد أحد يعني حتى اللي تفضلت بذكره ما يتكلم عن المرأة بالنسبة لي في متابعتي يعني. طيب خليني أخذ فاصل قصير ثم أعود لك على الحوار بس بشكل آخر ومحاور أخرى إن سمعت لي. فاصل قصير ثم نعود.
حياكم الله من جديد مع ضيفي الأستاذ عبد الله الداود. أرجع لك مجموعة من المحاور، بس خليني آخذ صورة. أنا أذنت لي تفتح لنا مجموعة من الأشياء إن سمحت. خلونا نشوف الصورة الأولى مع بعض. شوف هذه يعني قصاصات من صحافة أجنبية وكاريكاتيرات أجنبية تتحدث عن الأستاذ عبد الله الداود وعن قضايا تتكلم فيها. طبعا عندنا وول ستريت جورنال، فاينانشال تايمز، قناة، حتى قناة البي بي سي تناقلت كثير من تصريحاتك واستشهدت بها على نوع من يعني من وجهة نظر الصحف انه هو نوع من التخلف، نوع من حتى صحف هندية يعني موجود فيها في حديث على هذا. فالتصريحات اللي تدلي فيها حول المرأة تاخذ بعد كبير. يعني انا خليني اقرا لك التغريدة اللي انت ذكرتها عن موضوع الكاشيرات. قلت انه منع الزبير زوجته من المساجد فابت، فقعد متنكرا في طريقها فلمسها فتركت الخروج وقالت كنت اخرج والناس ناس وقد فسد الناس فبيتي اوسع لي. يعني بصراحة انه الناس يعني كل الصحف اللي تو قبل شوي انا اقولها لك والصحافة الاجنبية هي فهمت انها دعوة. اترك ماذا تقصد، انا اعطيك اللي فهمه انه هي دعوة للتحرش حتى انه ما تشتغل الحريم كاشيرات. وكان هناك في نوع، خليني اقول لك، هو تشويه لصورة الاسلام في الصحافة الاجنبية. انت ايش تعليقك على الموضوع؟ في البداية طبعا التغريدة تتحدث عن النساء لا تتحدث عن الرجال. نعم، وجه الكلام للتحرش اللي هو من الرجل. التغريدة ليست للرجال حتى يكون فيها تحرش. شلون؟ ما فهمت، توضح لي. يعني التغريدة فيها رجل وامرأة. طيب الهاشتاج اللي أضفته أنا هاشتاج امرأة وليس رجل، يعني الخطاب للمرأة. للمرأة أن تقتدي بالمرأة. بحكم الآن نتكلم عن زوجة الزبير رضي الله عنهما، والهاشتاج كاشيرة، يعني بمعنى الكاشيرة تقتفي بأثر زوجة الزبير، فإذا واجهت التحرش بيتها ألزم لها. هذا ما تقصده أنت؟ هذا هو دلالة التغريدة، لأن أنا ما أتكلم عن رجل، أنا أتكلم عن امرأة. لكن ما فهم كاتب تحت كاشيرة، أنا ما تكلمت الرجال. ما فهم؟ إيه لا، مو ما فهم، هنالك ناس موجودة داخل موقع التواصل مجيشة نفسها لأشخاص معينين. أي واحد يعني يحتسب أو له مشروع في مواجهة التغريب، في فضح أجندة التغريب، تمارس عليه مجازر أو هولوكوست إن صح التعبير، وقد أحيانا تصل إلى أنها ترفع القضية عليه بطريقة أو بأخرى إلى جهات رسمية، من ضمنها ما حدث في هذه التغريدة. فكبرت القضية. يعني هل يعقل أن رجل جالس يتكلم في الحجاب ويتكلم في الحشمة وفي العفاف وهذه قضيته في الأخير يقول تحرشوا؟ يعني عقلا هل يتناسق؟ هل ينسجم؟ هل هذا الفهم يصح من عاقل أنه يقول؟ لأنه حتى يعني في الآن بين يدي مقال لعبد السلام الوايل ويحاول هو اللي بس لأن ترى ما انتهينا من الصحف الأجنبية. إيه برجع لك على الصحف الأجنبية، بس أنا أتكلم لك أنت تقول لي أنه الفهم هذا يعني باحث يحاول أنه ينصفك، قاعد يشوف الصحف الأجنبية إيش فهمت وقاعد يحاول يقرأه أنت إيش تقصد. ما أحتاج إن لا، وش طلع فيه؟ قال هذه معناته دعوة للتحرش المنضبط بالضوابط الشرعية، يعني أنه يجوز الرجل يتحرش. أي رجل؟ يتكلم عن المحرم، أنه الزوج يجوز. مو بيجوز له يتحرش، يجوز كل شيء. يجوز لا لا لا، يعني اقصد انه يجوز ان يتحرش بزوجتي حتى يمنعها من. مش المشكله؟ جائز هذا، ما اظن هذه النقطه الخلافيه. يعني لا، بس انه انت يعني وش المشكله ان زوج يتحرش بزوجته؟ ايش رايك شيخ عبد الله يا ابو محمد؟ يعني انا اسالك جاوبني، وش المشكله ان رجل يتحرش بزوجته؟ يعني انت تقول يعني ما المأخذ الشرعي في ان زوج يتحرش بزوجته؟ يتحرش بزوجته علشان يحذرها من التحرش، علشان ما يهمني الغايه وش هي. تحرش الرجل بامرأته، يعني حتى ما يطلق هنا اسم تحرش، يعني هذا الوصف ما يطلق. لكن يعني هذا انا 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 مع احترامي للشخص اللي انت استدليت به، ما ادري وش الفهم يعني. وعندك الكاتب موجود في التواصل الاجتماعي وراح انت تقرا في الصحف الغربيه تستنبط. طيب كلمني وانا اعطيك الراي. طيب. هذا مع ملحوظه يعني امر ينسف هذا الكلام، ان في عدد من الصحف اصلا سالتني وبينت رايي. وبينت رايك انت الان، الحمله اللي صارت في وسائل التواصل الاجتماعي على هذا الموضوع دي
الحمله يعني ليش انت تقول تجيب كلام يعني حمال اوجه او الاصل فيه انه يفهم على شكل معين وما تقول لا تعال اسالوني واعلمك؟ ما في حمال اوجه، هذا كلامي واضح ما يحمل اوجه. كانت هي يعني الكلام اللي كان موجود انه يعني خلونا نتحرش اكثر علشان يدخلوا ما يشتغلوا الحريم كاشرات، هذا الفهم اللي كان موجود. ما قلتها. انا اقول لك هذا الفهم اللي كان موجود، الفهم انا ماني مسؤول عنها. الله يحييك. النبي عليه الصلاه والسلام طلع عن الساحر، هل هو قال كلام يشبه السحر؟ طلع عن الكهنه، الكلام يقول كلام يشبه الكهنه؟ لا، هي خصومه مع الدين. لما انت تجي تطرح هذا الطرح في الصحف الاجنبيه لن ترضى عنك، لو كنت محمد عليه الصلاه والسلام لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. هذا مقياس ما يحتاج ان نجي ما اليوم. ما يعتبر انت يعني نقلت صوره يعني سيئة على الإسلام بهذه الطريقة، أنت شوهت صورة الإسلام بهذه الطريقة. أنا لم أنقل الإسلام لا يصلح لهم، لن يرضوا عن دين الله، لن يرضوا عن محمد عليه الصلاة والسلام اللي الله عز وجل قال عنه وإنك لعلى خلق عظيم. الله يقول على خلق عظيم ومع ذلك يقولون عنه كذاب. لا بس هذا أرجع إلى موضوع هذه الفوبيا. يعني أنت مرة مثلا في تغريدة من التغريدات لك يعني خلينا من موضوع التحرش ولا شو يعني او يعني كل هذه مواقع اجنبيه، انت قلت مره اذا استمرينا في الصمت والسكوت على تطبيق هذا القرار، تكلم انت عن رياضه البنات في المدارس، ستكون الرياضه اولى خطوات التغريب والدعاره. صح الكلام ذا ولا انا غلطان في النقل؟ انا غلطان في النقل. ما قلت انت كلام هذا؟ ما اتذكر، ممكن بس انا ما اتذكر هذا الكلام يعني. لا هذه تغريده منسوبه لك، لانه انا هذه اخذها من صحيفه اجنبيه والول ستريت جورنال نقلته. انا ما اذكر هذا الكلام، لكن لو كان هذا الكلام صحيح فان الرياضه التي حصلت في العالم الاسلامي قادت الى هانتنغتون، يعني صحيفه اخرى يعني امريكيه نقلت. انا بختصر عليك عشان بس ما يضيع وقتنا في هل ثبت ولا لا. انا اقول ان الرياضه في العالم الاسلامي ابتدات برياضه في المدارس وانتهت بدعارة، بتهتك، بتفسخ، وهذا الكلام يعني تاريخيا موجود. يعني الشيخ علي الطنطاوي يتكلم عن الرياضة الموجودة في الشام، وفي الأخير وصل إلى مسألة أن المرأة لا يعني لا تلبس إلا ما يستر عورتها فقط. أنت ترى قضية أنه تتهم يعني قضية أنه نحمل الأمور نوصل فيها الدعارة، هذا كلام خطير. أنا أعطيك تاريخ، أنا ما أجيب شيء من عندي. ما في علاقات قضية التاريخ. أنت الآن لما يجي بنات يعني إحنا عندنا سمنة عالية وعندنا ترهل كبير في السمنة موجودة السعودي. عند الطلاب ما غير شيء. لما يكون هناك في مدرسة السمنة موجودة عند الطلاب. أنا أختصر عليك. إيه؟ لأن السمنة موجودة عند الطلاب ما غير شيء. حصة الرياضة إيش المشكلة أنه اللي 45 دقيقة في أسبوع كامل، هل ترى أن هذه رياضة؟ الفكرة أنه أنت لما يكون هناك بنات يمارسن الرياضة في وسط نسائي ما في رجال، ايش المشكلة عندك؟ ايش رايك تخليك في السمنة او في الوسط النسائي؟ عشان اقدر ارد عليك الان. اذا هو مسألة السمنة والحفاظ على الصحة فهذه مرفوضة، لان ما في اصحاب هذا التيار ما عندهم اهتمام اصلا بالمستشفيات. المستشفيات الان تعاني من الناس الاسرة في المزدحمة في الممرات. يعني الذي يريد الحفاظ على الصحة يبين من حياته كاملة، يبين من قراراته، يبين من متابعته. المستشفيات تأنه تشتكي الآن أنها صارت تعالج خارج البلد. إلا الآن البنات يعني أو النساء لما يجي بيسووا مثلا رياضة بيمشوا، إن مشوا في الشوارع في الأماكن الممرات قد يتعرضوا لعمليات تحرش، لكن لما يكون في أندية رياضية خاصة بالرياضة وممارسة الجيم. الأندية الرياضية ما لها علاقة بما طرحته في المدارس. الرياضة في المدارس. وش المشكلة في الرياضة في المدارس؟ الرياضة في المدارس الذي نراه الآن هو خطوات متتابعة لما جرى في الدول المجاورة لنا. يعني أنت تقول أنه الرياضة في المدارس بتنتهي بدعارة؟ ممكن تنتهي بدعارة، شو المشكلة؟ محمد هذا تحميل يعني صعب يعني. ما أحمله، أنا أقول لك هذا اللي حصل في الشام وحصل في مصر. يعني صور الطالبات الموجودة في مصر عام 1929 فيها من التعري ما الله به عليم. يعني يوجد ما يستر سوءة المرأة. هذا موجود عام 29 مو باليوم. والذي وقف خلف الرياضة في مصر ذلك الوقت اللي وقف خلفه بريطانيا. يعني هذه الهواجس، ولذلك أنا هواجس. أنا لما أكلمك أقول لك موجود هذه الوثائق الموجودة تقول لي هواجس، أقول لك وثائق تقول لي هواجس. كيف هواجس؟ طيب خليني أتكلم عن موضوع قانون التحرش. قانون التحرش يعني انتهينا الآن. لا ما قضينا، برجع لك إياه. بس قانون التحرش، أنت مع قانون التحرش؟ أنا ضد التحرش وضد قانون منع التحرش. ضد قانون منع التحرش؟ أي نعم. ليش؟ لأن قانون منع التحرش ظاهرة فيه الرحمة وباطنة من قبله العذاب. لأنه ينبني على قانون منع التحرش
ينبني عليه الرضا بالفاحشة والزنا إذا كانت بالتراضي. قانون منع التحرش ما يتكلم فيه. طيب خل موضوع قانون التحرش عشان بس نروق خلينا فاصل وارجع لك إلى دنتري. فاصل قصير ثم نعود. حياكم الله من جديد مع ضيفي الأستاذ عبد الله داود. أستاذ عبد الله، احنا تكلمنا قبل شوي يعني قطعتك في موضوع التحرش، اشرح لي ليش انت ضد قانون التحرش مع انه هذا قانون حيحمي صادق البنات. وعموما الناس تخدع في قانون منع التحرش، تظنه انه فعلا يمنع اي تحرش، والحقيقة انه ما يمنع اي تحرش، ويمنع التحرش الذي لا تريده المرأة، بمعنى اذا رضيت المرأة فينا ما يسمى تحرش. وهذا القانون ما عنده أي تعارض مع البغاء، فإذا كانت بغي هنا تمارس ما تريد، لأن القانون ما له علاقة، القانون أعمى. القانون يقول إذا المرأة اشتكت هنا يكون تجري فاعلية القانون، ما اشتكت ما القانون عادي ما يقدر يقول شيء. يعني بمعنى أن الصحبة، العلاقة، الغزل، العلاقات المحرمة، علاقات الظل، كلها القانون ما له علاقة فيها، يتركها. هذا هو وجه الاعتراض على القانون. فموجود في بعض دول الخليجية، أنت تعرف أنا أعرف الجميع، يبدو لنا السادة المشاهدين يعرفونها، موجود فيها قانون منع التحرش ويتغنى بها أناس، وموجود فيها البغاء علني. هو الكل فكرة قضية أنه المرأة لما تمشي في الشارع، المرأة العفيفة عندما تمشي في الشارع هناك قانون يحميها. إيش المشكلة عندك أنه في قانون يحميها؟ أنت تفترض الآن أنه قانون التحرش هو يساند البغاء او لا يتعارض مع البغاء، هذا هو اللي حاصل. انا اكلمك في انا اقول لك العفيفه لما تمشي في الشارع. انت تتكلم عن العفيفه ولا تتكلم عن المجتمع؟ انا اتكلم القانون عن هل هو للعفيفات ولا للمجتمع؟ خليني اعطيك الان العفيفه، الان لما تخرج هذه العفيفه في الشارع وفي قانون يحميها، هذا في خطا ولا في صح؟ ولا في صح بهذه الجزئيه؟ ما اجاوب على السؤال هذا انا. ليه؟ لان اتكلم عن المجتمع، انا ما ابغى تقول لي والله الجزئيه هذه. يا اخي المجتمع الاصل فيه العفه، الاصل فيه السلامه، هذا الاصل في المسلمين، في المسلمات يعني الاصل. الاصل في المسلمين السلامه، ليش حاط شرطه انت؟ حتى احمي. اسالك تحمي ايش؟ احمي الـ ليش تقفل البنوك؟ الاصل في الناس السلامه، ليش حاطين جدران فولاذيه؟ ليش حاطين كاميرات؟ وانت الان تريد انا اسالك بحكم انك تسالني تقول الاصل، انا اقول لك نفس الحكايه، لكن المجتمع فيه من الناس عندها استعداد تمارس هذا الامر. طيب ايش البديل عن قانون التحرش؟ البديل عندنا الهيئات قائمه بالامر، وعندنا يعني انت خايف من قانون التحرش يخلص من الهيئات؟ انا اقول عندنا شرع يحكمنا. قانون منع التحرش قانون اعمى مستورد من الغرب، في اشكاليات قد يكون في جانب من الصواب. حط القانون التحرش اللي يصلح لكم، حط قانون قل والله قانوننا يصلح بهذا الشكل. وليش طيب حط قانون التحرش. طيب ان عندنا الهيئات، لش فائده الهيئات؟ مو بتحمي المراه العفيفه في الشارع؟ بس انت شوف الان لما تشوف انت مثلا برا القوانين التي تعمل بقوانين التحرش، لا يمكن انسان انه يتحرش بي 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 لانه يخاف من القانون. لكن انت الان الهيئات سلطاتها محدوده يعني. لكن بامكانه يزني، كمل الجمله. بامكانه يزني بالتراضي، بامكانه يزني صحيح. هل هذا ترضاه انت؟ لا مو بالقضيه، قضيه انت ترضاه ولا ما ارضاه. معليش، هل هذا ترضاه انت؟ هي عشان تعرف نقطه الخلاف اللي معك هي فيما تتفق معي فيه، نحن لسنا مختلفان. انت الان لما انا يعني اذهبك نقطه الخلاف هي هذه اللي جعلتني امتنع. يعني الخمر فيه محاسن. طيب انت الان الخمر فيه محاسن، انت ضع قانون انه ممنوع قانون التحرش الخمر وايضا منع قانون والزنا حرام يعني، او الزنا مجرم عندك، خلاص انتهى الموضوع. انت لما اسمعني، انت الان لما تيجي وتقول في قانون، هذا هو قانون التحرش، وتحط عليه عقوبات معينه واضحه، وفي المقابل اساسا الزنا عقوبة يعاقب عليها او جريمة يعاقب عليها الشرع، خلاص انتهى الموضوع. اذا حط كلها شرع، حطها كلها شرع. ليش حطيت القانون؟ حط لي شرع. انت لو طلع القانون، ايش مشكلتك مع القانون لو طلع؟ والشرع اللي قبله كان موجود ولا لا؟ ان انا اقول لك قانون لما يطلع قانون للتحرش، ايش مشكلتك معه؟ الشرع كافي، يكفينا الشرع عن القانون. انت ليش مشكلتك مع الشرع؟ ايش مشكلتك في عقوبة شرعية للتحرش؟ نعم. الزنا في عقوبة شرعية. ممتاز، عندنا القضاء وين كان كل الفترة السنة عشرات السنين الماضية في التحرش، وين كان القضاء؟ كان منتشر التحرش؟
في قضايا رفعت تحرش للقضاء، وش كان الحكم فيها؟ هل وش حكم؟ وش هل الشرع عجز عنها؟ اسال القضاة، انا تسالني، انا اقول هذه اشياء يحكم فيها القاضي. انا اسالك، لو كان هناك قوانين صارمه أيوة. للتحرش واعلنت وطبقت، ألن يخف موضوع التحرش في المجتمع؟ انت تعطيني جدليه يا اخي، انا اجاوب لك وتروح الجدليه. خليني اعطيك، انا يعني اختصر لك المساله. لا لا، من يطرح هذا الطرح الذي يريده؟ الفكره لما اقول لك انا زنا، عقوبه الزنا في عقوبة محددة شرعا، فلذلك نحن خارج محل النزاع، نحن نتكلم في العقوبة التعزيرية. العقوبة التعزيرية تقول انه القاضي يجتهد في عقوب قانون التحرش. انت لما يجي ولي الامر ويضع قانون للتحرش، لانه الان المرأة تخاف على نفسها، الانسان الناس لا يأمنون على نساء من يخرجون في الشارع السعودي على ما تفضلت به. انا ما قلت كلام هذا، انا اقوله الان. انت اللي تقول. اي يعني انا أفترض تقول. اي لما لا لا، قضية قانون التحرش احنا شفنا مقاطع اللي في الشرقية واللي كذا، كان هناك في اعتداء على التحرش ولا في عقوبة واضحة. انت ليش تفترض انه قانون التحرش سوف يسيء الهيئات؟ يا رجل تحيل يوميا، انت وينك فيه؟ الهيئات تحيل يوميا قضايا التحرش، اما للشرط ولا تحيلها للمحاكم. في الاخير في اجراء رسمي في الموضوع، تستحدث النظام وقانون جديد، هذا القانون فيه اشكاليات، ما عجبك نظام البلد ولا ما عجبك الشرع. انا اتكلم ايش ليش ما عجبك قانون التحرش؟ انت لانه الزنا مجرم، الزنا عقوبه، له عقوبه في قانون منع التحرش. الزنا حلال، عرفت وين الاشكاليه اللي تدافع عنها؟ مين اللي يقول انه حلال؟ اللي يقوله كل الدول اللي تطبقه. انت لما تقول قانون التحرش، كل الدول التي تطبق القانون الذي تنادي به ما تجرم الزنا. يعني انت الان مشكلتك مع قانون التحرش تقول اذا حطيت قانون التحرش معناته حل الزنا. هذا هو نظامك، هذا القانون الذي تنادي به. انت هذا ما تخشى منه، هذا ناهيك عن يعني داخل مقدمات الزنا. ما دام المرأة راضية ما في اشكال. طيب اي شيء بالتراضي لا يوجد اشكالية. واذا كانت نص القانون انه قوانين التحرش لا تلغي عقوبة الزنا والزنا مجرم، يمشي الموضوع بهذا الشكل؟ الشرع يكفينا. طيب يعني أختم في موضوع عشان بس نقفل موضوع رياضة البنات. ما هي الصيغة الشرعية التي تراها لممارسة البنات الرياضة؟ إيش الصيغة الشرعية اللي تتوافق مع الضوابط الشرعية؟ تمارس كما تريد، الرياضة مفتوحة للمرأة كما تريد، لكن ما أبغى المشروع التغريبي هو الذي يتولى الأمر، لأن المشروع التغريبي عنده خطوة فيها ألف وعنده خطوة فيها ياء. يبدأ من الألف للياء، خطوة مكررة، لا يستلم هذا الملف. طيب أنت 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 استلمه، إيش الشكل اللي متوافق مع الضوابط الشرعية وممكن يطبق؟ تطبقه في بيتها. بيتها يعني في بيتها، لا يمكن المرأة في الأماكن الآمنة تمارس رياضتها، ما في مشكلة. إذا في أندية مأمونة فتمارس فيها الرياضة. يعني أزمة ثقة، يعني ما هو قضية. إي نعم، أزمة ثقة. أزمة ثقة في من يطرح هذا الأمر. والمدارس مش آمنة؟ لا، في من يطرح المشروع. طيب مدارس الآن النسائية اللي ما فيها رجال مش آمنة؟ مدارسنا المشروع التغريبي بدأ يتغلغل في المدارس. مشروع تغريبي؟ بدأ يتغلغل في المدارس، وبدأنا نرى الاختلاط في المستويات الدنيا حقت الأطفال، وبدأنا نرى بعض المسؤولين يقتحم مدارس البنات ويدخل ويلتقي بهن، وبدأنا نرى الاجتماعات، وبدأنا يعني هي بداية، هذه مؤشر يعطيك تنبيه لكي تحذر. يعني أنت خوفك من أنه أي تشريع ممكن يكون خطوة. الآن نحن في بلاد الحرمين مشروع تغريبي واضح، وهنالك أيادي قوية تقوم عليه، تمارس مخالفة للفتية ومخالفة لنظام الدولة ومخالفة لهوية البلد. هذا هو اللي يجعلنا ما نثق في أي شيء تطرح هذه الممارسات، وخصوصا إذا كان عندي نسخ موجودة سابقة، يعني نسخ موجودة في بلاد. أنت عينك على التاريخ وعلى الدول الثانية، فأنت القلق موجود عندك أنه موجود عندي وموجود عندك شيخ عبد الله، موجود عند كل عاقل، لأنك لا ترضى أنت لنفسك وأنت عبد الله المديف. طيب خليني أطلع لصورة ثانية إن أذنت لي واستكمل معك هذا الحوار. أستاذ عبد الله خلونا نشوف الصورة الثانية. هذه صورتك مع صورة الدكتور عيسى الغيث، طبعا يعني احنا جايبينها لانه هو خصمك قضائيا. انت قلت عنه يعني اتهمته بمجموعة من الالتهابات، اتهمته بانه هو دابة التغريبيين، قلت انه قبح الله الدابة والراكب التغريبي، يمتطي عيسى الغيث فراح يطالب بالعلمانية، فلا علاقة الاسلام بالسياسة والاجتماع. انت التهمة بس عشان افهم منك انه هو رفع عليك قضية بمجموعة من التغريدات، هذا صحيح؟ صحيح.
انت اتهمته على انه يعني التيار التغريبي يمتطي الدكتور عيسى الغيث في مشروعه، هل هذا الفهم ايضا صحيح؟ مو بلازم يكون التيار التغريبي، قد يكون التغريب عشان افهم، قد يكون التغريب نفسه. احكيني يعني بس عشان افهم فكرة التغريب تكون موجودة عند بعض الشخصيات وله فاهم، يعني هو قاعد يتكلم ومستوعب ابعاد كلامه، فقد يكون هذا الرجل دابة يعني للتغريب فيطرح شيء هو غير مستوعب يعني بعده. هذا شيخ وقاضي وطالب علم ودكتور وعضو في مجلس الشورى ويصير ما هو داري، يعني اخذ ثقة الملك في مجلس الشورى ولا هو داري؟ ممكن، شو ممكن؟ انت تتهمه الحين حتى في اشياء صعبه يعني زي العلمانيه، انت تتهمه في العلمانيه انه يسوق للمشروع العلمانيه. العجيب العجيب في الموضوع هذا ان نفس عيسى الغيث كتب في ان قياده المراه انها خطوه علمانيه، هو نفسه كاتب الامر هذا، هو معترف على نفسه بمقال يقول ان قياده المراه للسياره هي خطوه علمانيه ويرى ان العلمانيه كفر، هو بخط يده. يعني حتى موضوع قياده المراه السياره، الكلام اللي يقوله هو في قضيه حتى التدرج وما التدرج والشغلات دي، انت مستوعب كلامي اللي قلته؟ اي فاهم. انا اقول الكلام اللي قبله شوي هو يقربه على نفسه، وانت تقول انه يعني هو ما يدري، اقول لك هو يقربه نفسه. يمكنه كان هو يراها شيء بعدين تغير اجتهاده. اذا تغير دائما يا رجل، اذا تغير اجتهاد اي شخص يغير يعلن للناس، ما انا عندي راي واسكت عنه واقول والله تراني غيرت بس بيني وبين نفسي. يعني خليني اخذها على واحده واحده. قضيه انت الان اخذت موضوع العلمانيه عشان السياره ولا في شيء غير قياده المراه السياره؟ لا هو لي خلاف معه في اكثر من شيء، لكن انا اقول هذا واحد من النقاط. العلمانيه انت من وين اخذتها منه؟ من السياره ولا من شيء ثاني؟ لا هو يرى ان قياده المراه للسياره من خطوات العلمانيه، هذا راي عيسى الغيث. طيب تغير، قل تغير. إذا تغير يعلمنا الله يحييك. وحتى موضوع مثلا قيادة المرأة السيارة، هو طرح أنه ما شاء الله تجريب أو شيء من هالقبيل، أصلا موضوع قيادة المرأة السيارة هو اجتهاد، يعني اجتهاد موجود عند كثيرين غيره، يعني ما هو أول واحد تكلم، في ناس يقول لك أنه قيادة المرأة السيارة حلال ولا فيها شيء ولا من طلبة العلم، ما هو قضية يعني حكرا عليها وبدأ فيها يعني أنا ما أتكلم عن النوع هذا، أنا أتكلم في أن هل هذه القضية تدخل تحت الأحكام التكليفية الخمسة ولا لا؟ نسأل فيها العلماء ولا ما نسأل؟ طيب أنت قلت عنه أنه مسجد الضرار وقاضي الضرار وعضو الشورى الضرار جميعهم كاسحات ألغام بيد المفسد الأكبر، ما تشوف أنه الكلمات ذي شوي فيها إساءة؟ هذه ليست عن عيسى الغيث، إنما أقحمتها إحدى القنوات. ها؟ أقحمتها إحدى القنوات. أنت يعني متى تقصد طيب؟ أنا فهمتها صراحة. لا لا الكلام عام، لا بس إحدى القنوات تعمدت أنها تطرح هذا الطرح. أنت أنا ترى جايبها من صحيفة الاقتصادية ترى. يعني هذا الفهم ما هو يعني فهمي أنا بس، هذا صحيفة الاقتصادية تحدثت على أنه الشيخ عيسى الغيث وقاضي عبد الله داود تطاول عليه واتهامه بالعلمانية، ومن ضمن الشغلات اللي جابوها في القضية أنه أنت قلت مسجد الضرار وقاضي الضرار وعضو شورى الضرار وفهموا، وأنا واحد منهم صراحة، فهمت أنه أنت تقصد الدكتور عيسى. هلا لو قرأت التغريدة لوحدها عرفت أنها ما لها علاقة. أنت من تقصد؟ عامة، كلام عام. هو المفسد الأكبر يستعمل أدوات كثير في مشروع. من هو المفسد الأكبر؟ الذي يقوم بمشروع التغريب داخل المملكة. من هو؟ جهة معينة. أتوقف عند هذا الكلام. جهة معينة تمارس التغريب داخل بلاد الحرمين. في جهة معينة تمارس التغريب؟ إي نعم. في المملكة يعني مشروع منظم، أنت مو بتقول إيه لا بين. هذا مشروع منظم. مشروع منظم تقف خلفه دول. التغريب في المملكة تقف خلفه دول. اي نعم. وفي ناس رجالات له هنا يعني. في ناس هل هم يريدون؟ هل هم يقصدون؟ هل هم مستغفلين؟ هل هم يتقاضون مبالغ في الغرف الظلماء؟ هذا أمرنا لا أعلمه، لكن الواضح أنهم يسيرون وفق أجندة معينة واضحة. لا بس هذه اتهامات كثير، يعني ليش أنت واثق من هذه الإجابات وأنه جهات ودول ومنين الكلام ذا؟ يعني العاقل يدرك، يعني لما تطرح أحيانا قضية ثم يتناولها ذاك في صحيفته والآخر في برنامجه والرابع في قراره الذي يتخذه والخامس كلها الأسبوعين هذه ما عندهم سالفة للموضوع الفلاني، يعني هل تبغى أجر عقلي مثلا؟ لا تعرف قضايا الرأي العام. ماذا قضايا الرأي العام؟ هذا أمر خلق من لا شيء، قضية ثم بعد كذا ياخذ القضية الثانية ثم القضية الثالثة وهكذا دواليك، بل ان بعضهم يسجل تسجيل خاص له يسجله بلغة عربية وبلغة انجليزية في نفس الوقت، والبعض الاخر احيانا ربما انه يحتمي بجهات خارجية علنا يعني،
واحيانا تجي الجهات الخارجيه وتتكلم ايضا. احنا دوله يعني اسلاميه والشريعه مطبقه فيها والدعوه الى كتاب الله والسنه يعني ولاه الامر دائما ما يتحدثون فيه من الملك وانت نازل، فكيف تقول انه في مشروع تغريبي حيخالف الشريعه ويخالف يعني الاسلام ونحن في بلد تطبق الشريعه الاسلاميه؟ صادق، البلد الذي يطبق الشريعه الاسلاميه فيه جهة مخولة بالفتية عينها الملك. طيب صحيح؟ هي التي أفتت بحرمة قيادة المرأة للسيارة. نعم. وهي والدولة أفتت بعدم السماح لأي شخص بأن يفتي وهو غير مخول. كل هذا وين راح؟ في 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 الكلام هذا. كيف في جهة مخولة من الملك أنها هي المختصة بالفتوى ولا أحد يفتي؟ كيف يصرح هذا الرجل خبط عشواء في في صحف وفي قنوات؟ من سمح لك؟ وانت غير مخول بالفتية وفي جهة مخولة بالفتية وهي التي أفتت بحرمة هذا الأمر ولو من شخص واحد. يعني أنا سؤالي أنه الدولة هل هي لا تعلم عن هذا المشروع التغريبي أو تعلم ولم تقاومه يعني تركته، أو أنه لا أنه الدولة تتبنى المشروع التغريبي؟ هذا يعني هذه الخيارات الموجودة، أنت شايفها أي واحد؟ لا أنا أشوف أن في ضغوط خارجية. في ضغوط خارجية إيش؟ على الدولة. أنه والدولة قاعدة تستجيب لها الضغوط؟ في اتفاقيات زي اتفاقية السيداو، اتفاقية معروفة هذه مخالفة في نقاط كثير، بنود مخالفة لأنظمة الدولة. في نفوذ خارجي يضغط مو على دولتنا ويضغط على دول كثير لكي يمرر مشاريع. بس سيادة المملكة يعني في النهاية يظل في النهاية المملكة وقعت بس تحفظت. يظل في النهاية هنالك ضغوط ليست على المملكة الوحدة، على دول كثير. طيب ايش صار على الموضوع القضية هذه؟ يعني لا زالت منظورة في القضاء بين الرد والرد على الرد. لسه في القضاء، لأنه أنا بشوف أنه أنت قاعد تقول تسعى الشياطين للإفساد بخطوات التدرج، وها هو عيسى الغيث يقفو الأثر فيدعو إلى التدرج في قيادة المرأة للسيارة. يعني أنت أن تصور شخصية عامة بحجم عيسى الغيث أنه داعية من دعاة الإفساد، ما في تجني هذه؟ ما في يعني خليني أقول فجور في الخصومة؟ والله هذه في قضاء هو اللي يحكم. لا إحنا نتكلم عن يعني القضاء بيحكم في النهاية، لكن أنا أتكلم على يعني كصراع فكري، كنقاش ثقافي، كنقاش شرعي بين فاعلين في المجتمع، وكل واحد يطرح وجهة نظر مختلفة. من حقنا أنه نتساءل إحنا قبل أن يحكم القضاء. من حقك تتساءل بعد ما يحكم القضاء، لأنه هو اللي يحدد هل هذا تجني ولا لا. وبالمقابل يتكلم على المحتسبين ويصفهم بأنهم خوارج. هو نفسه يعني بالمقابل يصف أنهم خوارج. لأنه في ولا يعني في لا شطحات يعني هم مو بهذه اللي، لكن اذا انت تستدل به انا بستدل به، اذا انت تتكلم عام نتكلم عام. لا هي الفكره على انه يعني هنا مثلا اقرا انه الصراع القائم صراع تيارات لا صراع افراد، فلا مجال ابدا للصلح والراي لكم. افهم منه انه انت قاعد هي خصومات فكريه راحت لساحات القضاء. نعم هي خصومات فكريه، هي تيارات الان، والتيارات هذه تحتاج الى ان يكون فيها. وش التيار حق الغيث وش التيار حقكم؟ التيار انا ذكرت لك الان موجود في التغريده اللي هو قضيه ان التغريب هو تيار تغريبي. يعني عيسى يمثل التيار التغريبي؟ لا عيسى في موضوع واحد عدم الاحاله للعلماء، وقال احاله للعلماء خطا، وهذه قضيه اجتماعيه وامنيه واقتصاديه، يعني هذه القضايا لا تحال للعلماء، هذا هو مدلول. يعني انت الان اي واحد يجتهد اجتهاد في قضيه يتخص المراه وتخالف ما 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 تتفضل به، لا يخالف الجهة المخولة بالفتية، ويخالف نظام الدولة، ويخالف قرار الملك. طيب كذا كلام واضح؟ لو جاء المفتي وقال قيادة المرأة للسيارة جائزة وطبقه الملك زي ما الشورى طيب مثلا، انت الان قعدت تعترضون على الشورى مع انه الملك والمفتي والدنيا دي كلها قالت اوكي ودخلت المرأة المجلس الشورى ولا عجبك. عموما المفتي نفسه له فتوى، والمفتي اللي قبله له فتوى، كلها بالمنع يعني. المفتي افتى بوضوح في الموضوع الاخير وجالس مع الملك والنساء جلسات معاه مع اعضاء مجلس الشورى، ففي يعني تأييد واضح وصريح. وانت ما 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 ما, ما استجبت له، ما قريت، قلت خلاص اوكي هذا ما دامه راي المفتي وراي الدوله خلاص. ايش رايك انت لما يجي في انتقائيه؟ لا ما في انتقائيه، لا ما في، بس ترك موضوع الاساسي وانتقلت لموضوع اخر. طيب جاوب لي على هذا وارجع لك. موضوع مجلس الشورى في ضوابط كثير كانت موجوده في مجلس الشورى كلها اختلت،
في ضوابط موجودة معلنة في وجود فاصل ووجود حائل ولا تدخل النساء مدخل الرجال ولا يكون في اجتماع عام، ومع ذلك كل هذه أخلت بها ولا يوجد نص شرعي ولا يوجد فتوى على حلال ما هو موجود حاليا. يعني الصورة الموجودة حاليا يحرمها المفتي. لكن هذه الثقافة يعني وصلت أنه حتى أنت قاعد تقذف أهالي المبتعثات بالدياثة. يعني أنت قلت ولا يبتعث أحد ابنته، قفزاتك بالكيلو ما شاء الله، أنت حين خليت هذا وانتقلت هنا. اسمعني اسمعني، خليني أدير حلقة زي ما أبي. ولا يبتعث أحد ابنته أو زوجته لوحدها إلا ديوث. يعني أنت لما تيجي تصير خصوماتك، يعني من يخالف هذه الفكرة على مستوى مثلا المشايخ مثلا زي الغيث وغيره، أو على مستوى الدولة تقول في تيار تغريبي في البلد، حتى على مستوى الأهالي والناس تقول اللي يرسل بنته أو مثلا كذا فهو ديوث، يعني بهذه الكلمة القاسية التي تعتبر نوع من أنواع القذف. يعني أنا ودي أسمع جوابك بس بعد ما أخذ فاصل قصير ثم نعود إليكم. حياكم الله من جديد مع ضيفي الأستاذ عبد الله الداود. كنت أسألك عن موضوع اتهامك لأهالي المبتعثات لوحدهن بالدياثة أنه هذا نوع من أنواع القذف، أنت إيش رأيك؟ طبعا مصطلح القذف هذا يحدد شرعا، ما تحدد أنت في برنامج مثل برنامج في الصميم مع وافر الاحترام والتقدير، يعني هذا ما يسمى قذف. لكن قضية الدياثة رجل يتركها، مو خلينا نقول يتركها على طريق مكة، مو في بلد يعني آخر، في محطة عزبة كلها عمال بيخليهم فيها، بيخلي بنته أو زوجته هناك بيخليها 6 شهور أو 5 شهور، يعني هل هذا غيور على محارمه؟ هل هذا عنده غيرة؟ هل أرضى يرضى عاقل؟ كيف لما تضعها هناك 6 أشهر؟ قل لي غلط، قل لي ما يصلح، قل لي. لكن كلمة ديوث أنت تقول ترى معناته ما يغار على محارمه، هذه كلمة صعبة ترى يا عبد. ليش صعبة؟ شلون صعب؟ صعب انه تتهم الناس انه ما يغارون، قل انهم خطا والمفترض انهم يحافظون يعني، وانتقد الشيء. لكن هذا الوصف تحديدا انه تقول في الوصف ديوث انه ما يغير على محارمه. هل يغار الرجل اللي يخليها في دوله ثانيه 4 أشهر 5 أشهر بدون محرم؟ قل انها خطا، يعني هاي ترى قضيه انه تنزع الغيره من عن 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 شخص ترك هذا، ترى امر ما هو سهل، يعني امر صعب، ترى أمر صعب، وما فعله أمر أصعب، وسكوتنا أمر أصعب من هذا كله، وسكوت المجتمع كامل عن 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 أعداد كبيرة هناك، كل هذا أصعب من الكلام اللي تقوله. إذا قاعد لا متفاجئ من كلمة فالفعل أكبر من الكلمة ومع ذلك مسكوتان. إحنا اللي بنمشي على كذا تنكير على طار 100% اللي قبل شوية حقت التحرش تصير أيضا ديوت، اللي بيخلي مرته في شغالة في مستشفى وتبدأ تستمر الموضوع بهذا الشكل. يعني من طبق عليه الوصف ما مش المشكله، انت ليش منزعج من هي؟ يعني انا ما بنزعج، انا اسال بس. اي وانا اجاوبك. طيب انا اجاوبك بسؤال. خليني اخر الصوره الاخيره ان سمح لي الوقت فيها، استاذنك اعطونا الصوره الاخيره. طبعا هذا يعني مقطع صوره من المسلسل الشهير اللي هو افتح يا سمسم، طبعا هذه انيس وبدر، يعني يمكن على وقتنا كانت اشهر من هالحين. يعني انت قلت انه هذه رمز للشدود او شيء من هالقبيل، هل هذا الكلام صح عنك ولا انا غلطان؟ لا انا ما قلتها، طلعنا فيلم كامل للشعارات اللي بدات تخرج مؤخرا. طبعا الكلام اللي نتكلم عن شارع السمسم قديما او الترجمه لا افتح يا سمسم، كان لا بدر وانيس ما يحملون هذه الفكره، لكن هي فكره للمثليين عالميا، اخذوا رمز بدر وانيس على اساس زواجهما من بعضهما، وحطوا لوحات شعارات طلعناها في فيلم، ومن شان يرجع له موجود في اليوتيوب، وعدد المشاهدات فيه كبير يمكن تجاوز 100,000، وشرحت موجود يعني الوثائق موجوده فيها والشعارات الموجوده داخلها والصحف التي كتبت عنه. الفكره كانت منطلقه يبدو لي انك تبي توصل الفتى او يعني الفتى الوسيم، الطفل المشتهات، هذا التعبير الجنسي الكثير الموجود عند هذه العقليه اللي تنظر للشاب جنسيه، يعني الفتاه الطفله المشتهات اللي الصغير لازم نحجبها لانها مشتهات، الوسيمه اللي الحاله ما يفصل ما نقعد معها لانه خايفين، هذا الهوس الجنسي الموجود في خطاب عبد الله. ما ذكرت ان الشاب الوسيم ما ينجلس معه. طيب ايش قلت بالضبط انت؟ لا انا اقول الولد الصغير اي الجميل اذا كان يخشى عليه فانه يبعد، يحرص عليه، يكون في مزيد من الحصانه عليه. هذا هو كلام الفقهاء مو كلامي انا.
لكن الشاب الوسيم لا، هذا كلام ما ذكرته انا، هذه افتراءات تزيدات كثر، لان في جيش جالس يتحرك يعني حتى يعني انا هذه اللغه يعني انا اقول لك هي يعني هوس جنسي في هذا الموضوع. حتى محاضرتك في تبوك اللي منعت لك، محاضره منعت في تبوك، ايش كان عنوانها؟ يجادلنا في قوم لوط. يعني ناظر حتى موضوع اللوطية وكذا، شوف انت رايح تبوك عشان تلقي محاضرة عن هذا الموضوع تحديدا. لا مو صحيح، لا مو صحيح، منعت المحاضرة صح؟ منعت المحاضرة، لكن المحاضرة ما كانت عن 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 فعل قوم لوط. يعني ايش اجل؟ كانت عن قول ابراهيم ورحمته بالمخطئين، فكان يجادل ابراهيم عليه السلام في قوم ذكرهم الله عز وجل في القرآن في 25 موضع اللي انت تستهين به الان في طرحك. أنا ما شوف، لا أنا ما استهين ولا أحد من شيء، أو من تمثل دور من يستهين به، يعني هذا الطرح الجنسي موجود في المصحف، كيف طرح جنسي؟ يعني قوم يذكرهم الله عز وجل 25 مرة، تتوقع ليش يذكر داخل 30 جزء 25 مرة؟ يعني هذا كلام، هل هذا الكلام لائق أن يقال أن الكلام طرح جنسي؟ 25 موضع وليس آية في قوم لوط. ثم تعال الإحصائيات الموجودة عندنا، جريدة الرياض تقول وصل إلى 22 فاصلة، يعني ايش؟ التحرش بالأطفال. يعني هذه الآن من المنجد، من الراحم، من اللي ينبه أولياء الأمور إلى 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 هذا الاعتداء والتحرش؟ في حين أنني أتفق أنا وأنت والأخوة السادة المشاهدين أن هذه الأمور حساسة ودفنها بالكتمان هو السائد. يعني لو جينا يعني نقول والله المعلن منها والمخفي، ربما نظن أن المخفي أكثر من المعلن، فإذا كان المعلن 22 فاصلة فهو الربع يتحرشون، يعني يتعرضون للتحرش، فالأولى أنه يطرح هذا الموضوع ويتكلم فيه. يعني ما تقول والله إيش طرحك جنسي، وخصوصا أنا ما طرحت الموضوع هذا، يعني كان جاي عرضا، هو كان في لقاء في أحد البرامج فجاء عرضا فقط. طيب احنا اللي عرضا الآن وفقط هو انتهاء الوقت، ولا معي أشياء كثيرة كنت أتودع حديث معها، وخاصة متعة الحديث، لأنه كان متعة الحديث فيه لغة متسامحة كثير لا تعكس تماما الطرح اللي موجود فيه، فلك أكثر من شخصية. إن شاء الله في لقاءات تانية نستكمل هذا الحديث إن أذنت لنا إن شاء الله تعالى. شكرا لك أستاذ عبد الله داود، وشكر موصول لكم أنتم منقلوا عن عبد الله داود أنه يقول دول تقف خلف المشروع التغريبي في المملكة. السلام عليكم.